السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ طيبين إن شاء الله. طبعا طالع برا في حاجة بشتريها، هي مش حاجة ضرورية بس أنا أباها لأن خلصت. هذا عطر أنا عندي مفضل أحبه وايد، العطر هذا اسمه دافيدوف بلو ووتر، عطر قديم من بداية الثمانينات تقريبا هالعطر، فما حصل إلا في شيشة بترول. راح طبعا الحين بسوي شيش بترول قريبة عليه، ادري اني لابس جلابي وها طالعني عشان على السريع، فلازم من الوقاية اني البس الكمام وانا طاقع اسوق سيارتي والبس القفاز عشان الامور تكون طيبة، يعني ما تكون في هناك اي مشاكل. وطبعا احنا عندنا بعد الساعة 8 يكون في تعقيم في البلاد في الامارات، الكل لازم يكون موجود داخل بيته. انا الحين صار لي يمكن اسبوعين ما طلعت برا البيت، هذا اليوم انا طالع بس عشان اشتري هذا الشيء، محتاجه. خلينا نشيل هذا. اوكي، شو اخباركم؟ طيبين. طبعا الكورونا فايروس ممكن نتغلب عليه من جلوسنا في البيت، لكن للاسف في بعض الفيروسات موجوده في الانترنت ما نقدر نتغلب عليها الا بالابتعاد وعدم التشجيع. وانا احاول بقدر المستطاع اني ما اتكلم على الناس هذيلا عشان انهم ما يتشجعون او انهم يحصلون ترويج مجاني من عندي. للاسف هاي دعايه مجانيه انا سويت لهذا الانسان. على العموم اتمنى من انا كان قصدي في الكلام ان الناس اللي موجوده عندي تتعظ وتفهم انا انلسعت وغيري انلسع، فانت لا تلسع ولا تركض وراء هؤلاء النصابين ولا تعطيهم أي اهتمام، لأنك أنت متعطيه اهتمام يوم ما راح ينصب عليك وراح يقول لك حاجة في الخاص، وممكن سبحان الله أنت راح تدخل في براثينة. ناس وايدين من هالنوعية في الموجودين في السوشيال ميديا يدخلون للابتزاز وللتهديد بطريقة غير مباشرة، شوي شوي يحاول يعطيك معلومات، شوي شوي يخلي عمره انه هو فاهم، شوي شوي يخلي عمره انه ممكن يوفر لك كل حاجة، بس اخر شيء ينصب عليك. وهذا النصب يعني صراحة انا اقول لكم تحذروا تحذروا ثم تحذروا، هذه النصيحة من اخوكم. طبعا انا اكتشفت حتى اشياء ثانية، ان في ناس زعلانة مني كانت على اساس موضوع الفن والسينما. ترى على فكره انا ناقد فني، وانتم تعرفوني انا انسان صريح ما احب الف ودور، ففي احد الانتقادات يعني في ناس يمكن تتضايق من النقد، تقول لي اخي هذا فنان مفضل كيف انتقدته ولا كيف قلت عنه كلام سلبي، فيروحون عني ويزعلون مني. هذا اللي واصلين حد، كيف اقول لكم، حد الجنون في طريقه يعني محبتهم لفيلم ما او عمل ما، حتى لو كان تافه حتى لو كان سيء بالنسبة لهم يكون شيء جيد فيزعلون مني. فهم اتضحت ان هذول بعد موجودين ضمن الشلة، شلة الشرمذة انا اسميها. وايضا اتضح لان في حد يساعد ويمول هؤلاء الناس او هذا الشخص بالذات، لان هذا الشخص ما عنده كان حتى حاجة يكتبها، فراح صار يكتب هذا. اعتقد تشجيعا من شخص ثاني ان هذا الشخص حصل علقم مني او لسعة مني قدام العالم، لان انا انسان الحمد لله صريح ومباشر، ما احب الف دور معي حد. اذا كان صديقي اقول له في وجهه اذا كان في شيء غلط عليه، فهذا الشخص اعتقد انا اعطيته في وجهه حاجة مهمة فهو ما قدر يرد علي لانه كان غلطان في حقي، فأعتقد هو اتخذ وسيلة ثانية لو هي هذه الوسيلة ان اللي اتبعها حاليا انه يتكلم مع هذا الانسان او يحاول يسانده بمعلوماته وغيره وغيره وغيره. على العموم انا اهم شيء في الموضوع هذا كله، اهم شيء في هذا الموضوع كله انكم تتحذرون يا اخواني يا اخواتي، خاصة المتابعين عندي اللي يتابعوني وهم بمحض الصدفة صار يتابعون هذا التافه وهذا الجبان. اتمنى انكم انتوا تاخذون حذركم على اساس انه ما يصير معاكم مثل ما صار مع غيركم، او انكم انتوا على الاقل تتقصون الحقيقه احسن شيء. مثل ما قلت لكم انا انسان واضح سريع صريح، هذا وجهي وهذا شكلي وهذا انا وهذا انا وين موجود وكل حاجه، ما احب الف ادور مع الناس، والله الحمد على اساس هذا انا قاعد اقول لكم هذا الكلام، لاني انا لو ما اريد مصلحتكم كنت ما فتحت هالموضوع، كنت بسكت عنه عادي. مثل ما يقولون اللي عنده جمهور واللي عنده اهتمام
في اعمال مهمه ويقعد يتفضى نفسه عادي يقدر يكملها من غير ما يهتم لاي نبح من النباح اللي يسمعها من ناس اخرين. لكن ان الموضوع يوصل ان في ناس يتابعوني يروحون هناك ومساكين ما يعرفون شو السالفه، انا احاول بقدر المستطاع اني اساندهم. ويمكن هذه اخر مره اقول لكم اياها على اساس ان انا قلت وموجود بوست، بس انا شفت ان في شويه ها في شويه ناس يعني تبغى تتاكد تتحمس، تاكدوا و يعني تدققوا كل حاجه، صدقوني ما في فايده الكلام اللي اقول لكم اياه، انا هذا كلام صحيح حقيقي وكل البراهين وعندي موجوده. واي جبان في هذه الدنيا ما راح يقول عن نفسه الحقيقه، راح يلف يدور معاك. انا انسان صريح والله الحمد، ما اخاف الا من ربي سبحانه وتعالى، واقول لكم بصراحه انا اعرف هذا الشخص وهذا انسان جبان ونصاب، فانتبهوا منه الله يسلمكم. وبس يعني هذا اللي كتب اقول لكم اياه وانا قاعد اسوق واتكلم معاكم، هذا موضوع خطر شوي بس حبيت اني انا ادردش معاكم على السريع وانا طالع برا. استاذ حمد ليش لا بس قفاز وكمام؟ لان من قوانين البلاد عندنا في الامارات يا اخوي يا اختي شفرجل يمكن او سفرجل انه لازم نلبس ونحن نسوق برا القفاز والكمام، ضروري هذا الشيء. وسياره ما يكون فيها عدد اكثر من 3 اشخاص، انا الحين بروحي يعني اللي بيطلعون برا، ولحد الساعه 8 عندنا يعني مجال اذا في شيء ضروري تبغى تشتري، تروح صيدليه، تبغى تروح سوبر ماركت ولا اي حاجه، ضروري جدا تكون موجود قبل 8 في البيت، لان بعد الساعه 8 يستوي تنظيف وتعقيم في البلاد كلها في الامارات. والشيء الثاني ايضا انا يعني وهو شيء زين يعني تلبس الكمام والقفاز عشان لو تروح اماكن فيها سبحان الله ناس ولا تخالط يعني غير مباشر تهتم بنفسك. لبست القفاز بعد مهمة، تشتري غرض مهم، تشتري هذا الغرض تمسكه بقفازك وبعدين تطلع قفازك وتيب هذا السانيتايتر اللي هو مثل رشاش الفليت هذا يسمونه، ترش على البضاعة اللي اشتريتها سواء كارتون ولا كان كيس عشان تعقمه تعقيم كامل، وتفتحه وترمي الكيس وترمي القفاز هذا برا تنتهي مهمته، على اساس انك انت يعني دخلت في الامان على الاقل. وطلع القفاز بعد لا تنسى تغسل يدك وتعقمها بعد، هذا شيء ضروري. اوكي حبيبي صور العطر في ذات خشمك احمد، ان شاء الله برسل لك اياه. هذا عطر مش ذاك الزود يعني، لا تحط في بالك انه عطر قوي ولا عطر رخيص، يمكن قيمته ما تصل حتى 80 درهم او 100 درهم حق ال 100 ملي. هذا العطر لان انا عزيز علي اسمه كول ووتر دافيدوف. هذا العطر اتذكر اني مشميته عند اخوي العود الكبير، اكبر مني ب 12 سنه اخوي هذا، شميت فيه عجبني في الثمانينات الكلام في 86، قاعد اقول له اخي العطر مالك حلو وقاوي وكذا، ها قاعد يقول لي انت عاد تو الناس، هذا ابوي كان يتعطر منه، ابوي الله يرحمه يقول عليه ابوي يتعطر منه، معناته العطر ايش قد هذا قديم يعني، اكيد قديم وقديم وزياده بعد. فخلص فحبيت اخذ لي كميه وحصله بس موجود في شيش البترول متواجد اللي هو عندنا شيشه ادنوك، هاي شيشه ادنوك احنا وصلتها الحين، بروح اشتري من هناك ان شاء الله، ان شاء الله يكون موجود يا رب، ادعوا لي. طالع بهالهيئه وكذي وكنت وجهي لابيت نوم، ما في وقت يا ريال ابد باشرنا الشيشه تقريبا، هذه الشيشه اللي يبيعون فيها العطور تبعد 3 ساعات البيت سواقه، ان شاء الله يبارك لنا بركن. نحصلها إن شاء الله.
زين. شو قال لي؟ مبارك مبارك، هلا مبارك، شو اخبارك؟ المصافط زحمة حمد؟ لا لا والله ما في زحمة، الزحمة خفيفة هني، ماكو زحمة وايد. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف انا يا رأيي كنت دورس نوم. بسم الله. شوف هذا الصغير، هذا 55 ملي. شوفون هذا هو، هذه قيمته كم؟ ما نعرف. بخلي حبتين عيل، خلي حبتين. بسم الله. هاي اثنين. سلام. هذا واحد كم؟ مشغول. العفو يا احمد. والله اكثر الاشياء هذه تشوفونها هنا طلبتها عن طريق الاونلاين، في شو اسمه الاونلاين منون، عندنا في شركه في هنا في الامارات، واعتقد عالميه هي الشركه. ما حبيت اني اجي، بس ما الله كل شيء موجود. يعني انا كنت محتاج باور باند، وكنت محتاج ستورج، وكنت محتاج USB، بس يلا خلاص ما دام طلبتهم بيوني ان شاء الله. ان شاء الله مبارك، نشوفك على خير. هذا شوف كم واحد؟ ما في 100 ملي؟ لا ما في. ها 25 واحد، ما في 100 ملي. ها حكم هذا واحد 50 52 25، هذا 55 ملي. ها طبعا. بسم الله. شكرا. شكرا. السلام عليكم. اقول لك شيل هذا كيس، اعطيني بس. شكرا. خلاص حصلنا على اللي نباه. خذ مسافة من كل شخص، المسافة موجودة يا عيسى. لا تحاتي، هو لابس كمام وانا لابس كمام، الامور طيبة. لا تحاتي يا رب. مكان شوف يعني شبه فاضي، مش فاضي فاضي يعني، ها في سيارات. السيارة بسم الله. يا حيابكم. زين انا حشوف هالقواطي او هالعطرين اللي اشتريتهم الحين، شو بسوي فيهم؟ اول عملية هذا العطر بخله هني. اجيب هذا رشاش
التعقيم. لا تحاسب كمية متوفرة من الرشاش هذا، الحمد لله موجود عندي وايد منه. الحين هذا متعقم العطر الحمد لله، وعقب شو بسوي انا؟ ما بمسكه الحين بيدي لاني لابس قفاز. القفاز هذا بعقمه مره ثانيه. التليفون تعقم والعطر متعقم وانا متعقم. توكل على الله. نلبس الحزام. هاي صارت يوميات هاي ولا شو السالفة؟ اول مرة اسوي كذي، انا العادة ما اسوي هالسوالف هذه. بس اذا سافكر يمكن اشتري لي شيء ولا شيء، بس كلامك صحيح، فنفصل القفاز من هنا نشق شويه واتيفر. المهم طريقه التفصيخ اللي تعلمناها ان تكون هذه تنشال بهالطريقه. نمسكها بهذه اليد اللي فيها القفاز، وهذا نحاول نحط الصبع هذا هني. مشكلة خلاص. ايوه خلاص. أمور طيبة، ما راح نشتري شيء الحين، خلاص كان هذا الموضوع مهم واشتريناه. نتوكل على الله على البيت، وحياكم الله معاي. سلام. كل هذا عشان شخص عازم حماته على صينية خفاش. والله أنتم بعدكم، أنا والله ما أقدر أقول إن هذا صح ولا غلط ولا شو السالفة، ما في عين تأكيدات ترى، سبحان الله ما تعرفون. الحين نعم الكلام يقولون إنه هو سببه خفاش، وعقب كم سنة راح تطلع أسباب جديدة. نحن في وقت الحين مش المهم هو شو السبب، المهم أن نحصل على العلاج، والعلاج هذا إن شاء الله يا رب يكون في أقرب وقت ونرتاح إن شاء الله من كل هالأمور هاي. شكرا يا سفرجل على التذكير. سبحان الله الواحد يا اخي خلاص صار وسواس هذا الموضوع، بعد عقم بعد ما ارسمون. يلا ها هذا المعقم موجود عندي. احتياطا لازم نعقم ونروح البيت بعد بغسل ايدي ان شاء الله. تقول انا قاعد اسوق وانا قاعد اسوق. الحمد لله انزين. يقولون لكسا دي ما تابع هذا المسلسل يا سفرجل،
انا ما تبع. كنت بسالكم عن الحلقه اللي سويتها مال الوالد من اللي جان، اعطوني رايكم فيها بصراحه شو كيف كان، شو عجبكم ما عجبكم، يعني ابغى اراكم. الحين الساعه 6 باقي ساعتين على القعده في البيت. والله صار لي فتره اسبوعين يا جماعه الخير ما طلعت برا البيت، كله جالس في البيت ومرات افضل اسوي تيك توك اللي هو التيك توك ما يسمونه التيك توك ما يسمونه هذا، اول مره بحياتي يعني مش متعود. بس هما عاد قايلين لا ترشون معظم معقمات بالسياره لان سريعه الاشتعال. اي صح، بس اذا كان في ولاعه ولا في شيء اعتقد هذا السبب. اذا انا بولع بشغل كبريت ولا حاجه ديك الساعه. عيسى الحلقة روعة بس الصوت يقطع. وين الحين الصوت يقطع؟ الله ما أدري. محمد مبدع أستاذي مشكور على الحلقة، الله يسلمك يا محمد. فهد نبي بث مباشر في الليل، إن شاء الله إن شاء الله يا رب إذا حصلنا وقت نسوي بث مباشر. ما أدري عندي المشكلة ولا في المقطع، ما أدري والله يا عيسى شوف يمكن عندك المشكلة. الحين عشان أرجع البيت لازم أروح على طول مشوار لين ما أحصل جسر أو كوبري مثل ما يقولون إخواننا في السعودية أو في مصر، ونرجع من الكوبري هذا على أبوظبي. هذا الدرب ترى يودينا سيدة على دبي، أنا بيتي في أبوظبي. يعني كل شيء وضح لكم اليوم عني وعرفتوا عني أشياء كثيرة يمكن تقريبا، بس عشان تعرفون اني انا صادق معاكم ولا احب الف ودور. عيسى لا الحلقة مو هني الحلقة، ايه الحلقة يمكن قصدك على بعض الاغاني. ترى لا تنسى هذا الفيلم حق يشراج، ويشراج اكثر شركة تعمل حظر وتعمل حقوق وما ادري كيف على اي فيديو من فيديوهاته لو تم استخدامه، ومعروفين يعني يشراج متعبين صراحة حتى في ظل بظل الكورونا ما شاء الله شغالين عليه حظر على اي حد. انا كنت ناوي احط على الاقل كم ثاني من الاغنيه، بس للاسف غلط غلطتي يوم سويت المونتاج حطيت اكثر من 10 ثواني، وهي معلومه حق الناس اللي بتسوي فيديوهات وتنزلها في اليوتيوب بالذات. يوم بتاخذ مثلا لقطه او اغنيه او اي شيء من مكان يشراج ولا غيرهم اللي عندهم حقوق، حاول تستخدم اقل شيء 10 ثواني، لا تزيد عن 10 ثواني على اساس انه ما يسوي لك حظر. هذه وحده. وثاني شيء اذا مثلا حابب تستخدم موسيقى اغنيه ادخل على اليوتيوب في برنامج فيديو اصوات او اغاني، اكتب عليها نون كوبي رايت فيديو او نون كوبي رايت ميوزك، اختار لك اي من الموسيقات اللي تسمعها اللي عليها ما عليها كوبي رايت ونزلها عندك في الموبايل على اساس انك يوم تسوي مونتاج تستخدم هذه الموسيقى، وتقدر تنزلها في اليوتيوب في الانستغرام في اي سوشيال ميديا عشان ما يكون عليه حظر. بس هذا ما يمنع ان بعد كم شهر او بعد كم سنه تجي شركه وتشتري هذه الموسيقى ويصير عليها حقوق. فعاده في بعض الاماكن يبيعون لك مقطوعات موسيقيه او تونز معينه بفلوس طبعا، وهذه مكتوب عليها إيجارها أو مو إيجارها، يعني هذه بتكون معك سنة سنتين ثلاث سنين على حسب الدفع. إذا بتدفع مال سنة بتكون معك لمدة سنة، بس لا تحط في بالك إنها بتكون ملكك، يمكن بعد سنة بي واحد ثاني يشتريها ويصير لك عليها موضوع الحقوق. فلذلك أفضل شيء 10 ثواني استخدم ومقطع سريع، لا تتعب نفسك ولا تعور راسك، ويكون هذا الشيء ملكك ويكون موجود عندك. عشان شي في بعض الحين يجون عندي الناس يقول يا اخي حمد اللايف طويل، لو حطيت فيه موسيقى لو حطيت. ما اقدر يا جماعه الخير ما اقدر. هالمره انا غلطه نعم مال يشراج، والصوت كان ممكن يكون موجود، بس شو الفائده؟ الفائده بتروح على يشراج، يعني يشراج هم اللي راح يستفيدون من الفيديو مالي مش انا راح استفيد منه. فانا مضطر اني انا اسوي مثل ايريس حق الساوند وقت اللي منزلته في اليوتيوب. فلذلك يعني الحمد لله يعني ما لهم خص يا شراج في الفيديوهات هاي اللي انا سويتها. اي نعم حطيت لهم كريدت ان انا قاعد اتكلم عن المفروض هم يستانسوا. يعني اذكر الناس بفيلم قديم، كي سبحان الله الناس تدخل على اليوتيوب تدخل على الاونلاين
تدور على الفيلم. الفيلم في اي منصه موجود على معتقد، موجود في برايم فيديو على معتقد، تقدر تشوفه هناك، يستفيدون قوم برايم فيديو. فالناس المفروض تفكر بهذه الطريقه، بلاش البث والنت سايق، عشان لما لا تحاتي انا قاعد اسوق تقريبا على سرعه 100، يعني ما عدت 120 حتى، والشارع شوف الشارع مغلنا كيف الحمد لله، اربع خطوط وانا ماسك الخط اليمين اقصى اليمين، امشي على رواقه والامور طيبه. وبيني وبينك قاعد يعني قاعد استلذ بالسواقه كاني قاعد اسوق بعد سنين طويله، لان صار لي اسبوعين ما سكت والله. الله ينور بايامك يا محمد موسى، صح موح موسى. زين والله، يمكن بعد في اسئله انا مرت علي سامحوني ما شفتها، فبضطر اني اتكلم على رواقه. بالنسبه للحلقه اللي سويتها اللي هي فلاش باك، ان شاء الله راح تشوفون حلقات اخرى جديده على مقترحاتكم، ان شاء الله بمشي بعد، وبحاول كل حلقه اتكلم عن فيلم، اتكلم عن موضوع حقائق، او اتكلم عن اشياء من هالنوع هذا، على اساس ان حيالسين من الحين في البيت، ونحاول بقدر المستطاع ان نوفر لكم بعض المعلومات، نوفر لكم بعض الاخبار القديمه الكلاسيكيه، على اساس ان فيها وناسه، فيها معرفه، وكذلك فيها ترفيه. فأحاول بغض المستطاع أن أسوي لكم محتويات جيدة ومحتويات تستحق المتابعة ويكون فيها شغل جيد يا رب. فهمتكم معاي، الفيديوهات اللي موجودة في اليوتيوب هذه تابعوها، انشروها، يعني ما تتبخلون علي بالسبسكرايب، يعني لازم تسوون اشتراك حق القناة. يعني القناة مو بس أني أنا لازم دائما كل مرة أحط لك في الستوري في حلقة جديدة يلا افتح ارفع الشاشة، لا، انت بنفسك اعمل سبسكرايب واعمل اضغط على جرس التنبيه عشان يوصل لك كل حاجة اول باول، كل شيء جديد يوصل لك اول باول. لا تتعب نفسك في هذا الموضوع انك تدور ما تدور. بعدين الناس اللي تسألني دائما شو رايك في هذا الفيلم، شو رايك في هذا الفيلم، 60,000 مرة كلكم يا جماعة الخير، اي فيلم من بعد سنة 2015 بس سوي عليه سيرش في جوجل، ولا سوي عليه سيرش في يوتيوب، اكتب اسمي وجنبه اسم الفيلم، راح يطلع لك معلومات عن الفيلم اللي انا اتكلمت عنه. اسمك حلو استاذ حمد، مزايج بين محمد واحمد، مزايج ما فهمت يا اسلام، يعني شو يعني يعني تختصر الاسم باسمي يعني ولا شو؟ زين يا جماعه الخير، الحين عندنا الساعة 6:10. الله ينور بيامك يا نور امتي، ايش غريبة بث من العصر، مش غريبة بس اني طالع برا شوية. ايه رايك في تشوري، رايك في تشوري كاتبنا وموجود في الانستغرام، وفيلم جيد صراحة، بس يمكن انا ما سويت عليه ريفيو كان، بس سويت له بعد بعد المشاهده. اللبيب مثل ما يقولون اللبيب بالاشاره يفهم، يبقى نطلع بعد المشاهده الفيلم الطريقه اللي اتكلم فيها واقول لكم ترى الفيلم شو كان انطباعي بعد ما طلعت من السينما، تفهم ان الفيلم هذا هل كان بالنسبه لي فيلم جيد ولا كان فيلم سيء، بطريقه الكلام اللي انا اقول لكم اياه. فموجود يعني موجود في الانستغرام عن تشوري. زين أغنية شغالة عندي، أي فيلم الأغنية هاي؟ أحد عرف من أي فيلم هالأغنية؟ ما رأيك في فيلم محمد حسين؟ أي فيلم من محمد حسين؟ الكوميدي الأخير؟ ما شفته؟ ما حد عرف الأغنية من أي فيلم؟ زين
مرة ثانية نحط الصوت. لا مبارك بشوة تنكرك هولي. مش وطنك ركفالي و... كيف تقييم فيلم بابيشة؟ تقييم موجود يا زد. معقولة انتم ما تقرون؟ انتم والله انا ترى اتعب اكتب وحالتي لله واخر شيء ما تقرون. حاطنا نجوم، اقرا نهاية القراءة في نجوم، كم نجمة حق الفيلم. رايك في فيلم باد بويز؟ ما شفته يا اسلام. قال مبارك الاسم غلط، وطنك ركفالي قلت له انا. ورام أفتار بعد غلط يا مبارك، ما معقولة. هذا الفيلم اعتبره من أفضل 50 فيلم في السينما الهندية عندي أنا، وراح أسوي له إن شاء الله حلقة بعد مرة ثانية. ولا سرديوي يا مبارك، مو بسرديوي، الله يعينك. أدري إن هذا الصوت حق سرديوي. الله يسلمك يا زد. ام تي اتش احمد لا يطوفك مسلسل في كل اسبوع يوم الجمعه. اي مسلسل كل اسبوع يوم الجمعه؟ ما عرفت مبارك، معقوله هذا الفيلم موديل طبعا ثمانينات كويتك كشرو مورتي اللي تغني انت حطت في بالك سرديوي، لان هي سرديوي نعم دائما تاخذ كويتك كشرو مورتي، لكن هالمره في هذه الاغنيه لا مش كويتك كشرو مورتي. هذا فيلم من أفلام الشهيرة والجميلة اللي نزلت في سنة 86. عاد لو قلت لك اسم الممثل اللي قاعد تغني يمكن بتعرف. نام هو جو كهديها، ناهم جو كهديها، لا 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 غلط مبارك. هذا الفيلم المطربة كريتر كشرو مورتي قاعد تغني حق الممثلة بونم دهلو. بونم دهلو عرفتها طبعا، اللي جاتكم في الكويت، اللي شفته في الكويت مع شترو. طبعا الفيلم ما في داخل شترو، بس اقول لك هي جات في الكويت مع شترو بونا مهلو. ها ها ايوه بنادلكي جانو. ما عرفت الفيلم، واللي موجودين ما حد عرف. ظهر الحين الوقت صورت معاها. نعم ظهر الوقت هذا اكثر الناس مش يعني طليعه ومع عارفين السينما الهنديه وايد. السلام عليكم يا مساعد مبارك. اسم الفيلم من بطوله سانجي دت وكومار غورو، مش كرما بعد، داخل سانجي دت وكومار غورو. أكثر من كذي بعد شو؟ أكثر من كذي بعد شو؟ قلنا كرمة غلط. نام، يس نام. زيرو موستو اللي جاوب على هذا السؤال، بس جاوب بعد شو؟ بعد ما وضحت له وقلت له هذا الفيلم شو؟ مين بطولة مين؟ بس يلا على الأقل مش انام. نام مبارك قالوا ان نام. موفي نيم نام، يس او موستو نام رايت. يلا بسمعكم اغنية. هاي الاغنية مشهورة وايد، واعتقد سهل جدا انكم تعرفون من اي فيلم، خاصة الناس اللي تحب افلام قديمة والاغاني الكلاسيكية. يعني ما اعتقد ان اسهل من كذي بعد، يعني اسهل من كذي ما في. انا مساعد اوصل البيت واسكر اللايف، قال لي واصل مسابقه، يقول لي انا مش مسابقه بس جاتي على السريع. زد جاوب على التوضيح، ما في نقطه. اوكي جاني دشمن،
ومع السنه بعد كاتبنها مبارك سنه 1979 ممتاز. طبعا هذه الاغنيه من الاغاني الجميله عندي يا مبارك، اجمل اغنيه عندي في هذه السنه في سنه 79 تري هاتو بهناك جوريا. وطبعا الفيلم هذا جاي يشمل فيه نخبه من الممثلين الكبار الاساطير، الراحل سنيل داد وسنجيف كومار ومعاهم شدرق السنة، وهالغنية اللي قاعد يغنيها جيتندر وينود مهرة في الفيلم، مساريكا، رينا روي، ريكا، بريمنات، وايدين كانوا في هذا الفيلم. كان هالفيلم اللي كان يخوفنا وايد، يعتبر فيلم رعب على ايامنا، على قد حالنا يعني، عن وحش يطلع او يتحول هذا الانسان الى وحش بعد ما يشوف لبس احمر العروس ويحاول يذبحهم، لأن هو يتكلم عن هذا الإنسان اللي هو تحول إلى وحش أيام قبل، يعني سبب وفاته كانت وحدة زوجته يعني قتلته ليلة الزفاف، فهو صار ينتقم من كل الحريم. فواحدة من الأفلام اللي هي رعب ذيك الأيام، بس أغاني حلوة يعني، واحد بيشوف هذا الفيلم ما يقعد يقول يا أخي تعال شو المسخرة، لأن هذا على ذيك الأيام على قد الحال، الأمور طيبة يعني كانت ذيك الأيام. فهذه الأغنية تيري هاتومي بهناك جوريا من أغاني جميلة صراحة، والأغاني الممتعة، صوت محمد رفي مع لتا منقشكر ولا آشا بهوسلة، ذكرني يا مبارك، مبارك أكيد تعرف أكثر مني. أو ميري جان، أو ميري جان، بول ميري جان، هاي بعد أغنية مال كشور كومار. إيمان والله يا أستاذ الزمان قبل كله كبرى جميل، مو بس افلام ايمان. اي والله تي، ما رايك في فيلم كبي خش كبي غم؟ فيلم انا اشوفه فيلم كان مقبول بالنسبه لي، لانه في وايد صدف تصير في هذا الفيلم، تو ماتش يعني. على العموم اشا بوصله، شكرا مبارك. هذه اغنيه بعد اكيد مبارك راح يجاوب عليها، بس اتمنى ان الناس بعد شاركنا قولوا لي من اي فيلم هذه الاغنيه. كيف بحضر لايف؟ تركت وشفت حلقات دي الحلقة روعة، معلوماتك جميلة ومفيدة، بارك الله فيك، أتمنى تحكي أكثر إن شاء الله يا محمد. مشكور مبارك، تضحك، ما راح أعطيه فرصة حق حد. زين قول من أحسن، شديد ولا الكابور؟ والله كل واحد له مكانته يا رانا. مبارك على طول جواب مبارك، مبارك قبل أو أم موستو، موستو مبارك was before you. طبعا يا رانا هذا الفيلم من بطولة الأسطورة ونجم النجوم أميتاب بچن مع الراحل أبجد خان الفنان القدير الله يرحمه، يكونوا أصدقاء في هذا الفيلم يا رانا، معناته الصداقة. أيضا معهم نوتو سينغ في هذا الفيلم، كان فيلم مسلي في طفولتنا، وأغاني الفيلم جميلة، واحدة من الأغاني هذه الأغنية تيري جسايا هذه الأغنية مقطعها البداية هو من صوت طبعا كشور كومار، تيري جسايار كاها كاها سايارا. المهم هذا الفيلم كان مسلي أيضا عندنا كأطفال، كانت في حركة يسويها أميتاب بچن كنا نحبها وايد، والحركة هذه صارت مثل ما تقولون نحب نسويها كأطفال مع بعض، حتى إن كبرت كنت أسويها حق بعض الصغار. الحركة كنت تعرفها مبارك أو أي واحد شاف هذا الفيلم، يوم يشوف طفل في لقطة أميتاب بچن يشوف طفل عشان يضحكه، هو زعلان ولد أمجد خان يشوفه كذي، أميتاب بچن يسوي له كذي حركة يعني مبلع لسانه، تتذكر الحركة هاي مبارك؟ الفيلم الثمانينات يا مساعد. زين هذه الحركة كنا وايد نسويها وكنا نحبها يعني نشوفها في الفيلم. إيمان يغني له صح مبارك. إيمان لاحظنا أغلب نجوم بوليوود قبل كلهم مسلمين ما شاء الله، مش النجوم، النجوم الحين أكثر شيء بعد المسلمين، بس قبل قصدك الكتاب والمخرجين كانوا مسلمين وايد.
يسوي حركات بسانة. نعم يس رايت سير يا طبعا الحين هالاغنيه اللي بتيجي بعد اغنيه وايد مشهوره وايد معروفه، وايضا هذه تعتبر من افضل اغاني عندي يعني من هذه السنه اللي نزل فيها هذا الفيلم. شو راي عزت؟ اوكي بليز خذ قست مبارك. يا ريت يا ليلى. ليلى انا اريد اسوي قست حق كل واحد بس ما قادر، عندنا في حظر في اللايف، بس اذا صار فتحوه اكيد راح يكون قست معي مبارك وناس وايد. صالح في موقع رهيب عندها فوق ال 400 فيلم هندي، 80 و70 مترجم. والله ممتاز يا صالح، وتكتب الموقع عشان الناس تستفيد منه. اهم شيء انه يكون الموقع صافي. مساعد مبارك عارف كل شيء، يعطينا فرصه معك يا رب. مبارك عشان كذي كان اغلب لهجه الفيلم فيها عربيه اردو. نعم. حمد كيف تقييم التجربه الهنديه مع بعد بوليوود؟ ما فهمت يعني شو تقييم التجربه الهنديه. ما في اخوي محمد في بعد اغنيه انتشد. اوكي في اغنيه الحين بوريكم اياها، بسمعكم اياها. شو اوريكم اياها قبل ما اوصل البيت. وهذه الأغنية بعد وايد مشهور وايد أحبها. سهلة جدا جدا، أعتقد ما في صعوبة. مبارك حمد ممكن ترد عليه. شوبور شوبور شو كاتب؟ محمد كيف تقييم التجربة الهندية بعد بوليوود؟ أنا ما فهمت السؤال، لو يعيد لي إياه. صح نبي شو ما فهمت يا MTH. كنت بحضر صالح برسالة خاص إن شاء الله يا صالح أرسل لي إياه بشوفه يا رب. سلطان دارمندر مسلم وسيخي، دارمندر سيخي المواليد، بس هو أسلم عشان يتزوج وما نقدر نعرف أشياء كثيرة بعد أكثر من ذلك عنه. بخت خارج ليلى، أنا خارج بس عشان موضوع مهم، وقلت لكم يا رح تشتري هالعطر اللي هو في البداية اللايف تفتحين إن شاء الله اليوم، افتحي اللايف من البداية رح تعرفين شو السبب. شكرا مبارك زيشور على شو ما فهمت أنا ترى شو السالفة يا مبارك. عرفها نسيتها أفايا إيمان، روعة هذه الأغنية. يلا العفو تال غلط يا مساعد. سرديبي البطلة يا ليلى، يعني شو اسم الفيلم ما حد يعرف. حمد تيري جيسي أستاذ كهان، الله كهان إيسا شو يسمونه أنت يا أستاذ. أنا تشاندني أو ماستو، يس تشاندني. ما اعرف يا مستو انت عربي اور يو ار انجلش مستو، اي دونت نو يو سبيك انجلش اونلي. فهو مستو جواب جواب صحيحه. فيلم تشاندني من الافلام الجميله والرائعه في سنه 89، هذه من افضل اغاني عندي سنه 89، ومن افضل الافلام عندي ايضا في سنه 89 هو فيلم تشاندني بطوله الراحله سوبر ستار سريديوي، معاها الراحل الفنان الاسطوري وينود كنا، ومعاهم رشي كابور النجم الكبير، ومن إخراج المخرج الأسطوري الراحل يش جوبرا. يعني الحين قاعد أتذكر الفيلم ما شاء الله، الفيلم كان أمس يعني أنا شفته في السينما، وأكثر الناس اللي كانوا في هذا الفيلم مرتبطين بهذا الفيلم توفوا رحلوا عن هالدنيا. هذا الفيلم نزل في نهاية الثمانينات، فترة الثمانينات كانت فترة تقريبا مليئة بالأفلام الأكشن، وأفلام الأكشن كانت طاغية بشكل كبير جدا في السينما الهندية. هذا الفيلم رجعنا مرة أخرى إلى العصر الذهبي، إلى عصر الرومانسية، إلى عصر المحبة والعشق والأغاني المكثفة. هو فيلم تشاندني نجح نجاح كبير هذا الفيلم، حتى ياش شوبرا اللي هو ياش شوبرا كان مضطر يسوي أفلام أكشن في الثمانينات، مع أنه هو كان معروف بالأفلام الرومانسية في نهاية السبعينات، مع أنه سوى أيضا أفلام أكشن في البداية في منتصف السبعينات، لكن هو بدايات أفلام فيها رومانسية وقصة عائلية مثل فيلم وقت أو آدمي أو إنسان.
بعدين في نهاية السبعينات فيلم كبي كبي، فيلم رومانسي كان هذا الفيلم، سلسلة رسب له هذا الفيلم في بداية الثمانينات، فاضطر يسوي أفلام أكشن مثل فيلم مشال، مثل فيلم فيجي، لكن فيجي ما نجح ذاك النجاح، راح عصب وسوى هذا الفيلم تاني ونجح نجاح كبير ورجع لعصر الرومانسية مرة أخرى، يعني تغيير 180 درجة كان هذا الفيلم حق الأفلام اللي هي كان قاعد تنزل من عقب فيلم تاني أفلام الأكشن. إيمان عام كام؟ أنا للأسف مواليد التسعينات ما لحقت. I used to live in راس خيمة. ماستو أوكي. إسلام، إيه أفضل فيلم هوليوودي شاهدته في 2020؟ لحتى الآن ما شفت فيلم جميل وايد في هوليوود في 2020. يا سلام، هالأغنية مبارك، جهز أي واحد فيكم يعرفه يتجهز، يلا مبارك. ما عطيت المجال، هالأغنية من تشاتشا بديجة، نعم من سنة 77 هذا الفيلم. تشاتشا بديجة أم ماستو، you also you are right but I think you are late or in the same time with مبارك، نفس الوقت يمكن. فيلم تشاتشا بديجة من طبعا مثل ما قال مبارك نازل في سنة 1977 هذا الفيلم، من إخراج الراحل المخرج الكبير منموهن ديساي، ومن بطولة الأسطورة ونجم نجوم السينما الهندية ديرمندر مع حبيبة قلبه وزوجته هيما مالني، ومعاهم رندير كابور في هذا الفيلم. طبعا هذا الفيلم هو نازل في سنة كانت سنة فيها يعني حرب أفلام قوية، كل فيلم كان أقوى من الثاني. منموهن ديساي نفسه هذا المخرج نزل في سنة 77 ثلاث أفلام ناجحة نجاح كبير، واحدة منهم طبعا هذا الفيلم اللي قاعد نسمع أغنيتك الحين تشاتشا بديجة، كذلك نزل له فيلمين، أمر أكبر أنتوني اللي هو بلوك باستر فيلم من بطولة نجم النجوم السينما الهندية الأسطورة أميتاب باتشان والراحل النجم الكبير منود كنا ومعاهم رشي كابور، فيلم جميل وفيلم يعني فيلم الطفولة، كنا وايد نحب هذا الفيلم. البطلات اللي كانت موجودة فيه الراحلة بارفين بابي، ومعهم كانت البطلة نيتو سينغ زوجة رشي كابور وشابانا آزمي. الفيلم هذا أمر أكبر أنتوني كان في البداية من بطولة ديرمندر وأميتاب باتشان ورشي كابور، لكن ديرمندر اعتذر لأنه كان عنده هذا الفيلم قاعد يتصور تشاتشا بديجة. والفيلم الثالث من منموهن ديساي اللي نزل أيضا في نفس السنة 77 فيلم درمفير اللي يعتبر أيضا فيلم بلوك باستر، هذا الفيلم من بطولة نجم نجوم السينما الهندية ديرمندر مع جيتندر ونيتو سينغ ونزينة تمان، ثلاث أفلام كاسحة كانت، فيلمين كانوا هم في التوب في التوب شارت، أمر أكبر أنتوني ودرمفير حق منموهن ديساي. فديرمندر كان عنده فيلمين قاعد يتصورون، كان ثالث فيلم بيكون ماله مع منموهن ديساي أيضا فيلم أمر أكبر أنتوني، لكن هو اعتذر لأنه عنده ثلاث شفتات كان يشتغله في يوم واحد، فقال كيف تبغى أنا أشتغل أربع شفتات ويكون معك شفتين، صعبة شوية، فراح هذا الدور حق بنود كنا
وللعلم الدور هذا مال بنود كان في فيلم أمر أكبر أنتوني كان ما في بطلة، يعني كان البطل اللي بيمثل فيه أميد ترمندر كان دور شرطي، يعني شرطي غاضب ما عنده بطلة في هذا الفيلم. الأبطال الاثنين إخوان الاثنين عندهم بطلات ويغنون ويرقصون، هو ما عنده حتى أغنية هذا البطل الأول اللي هو ترمندر. بس ترمندر قال أنا عندي وايد أفلام ما قدرت، فيا بنود كنا يوم يا بنود كنا اشترط على من مهندساي، لأنه هو حصل كم لسعة مع بركاش مهرة كان يتعاون مع أميتا بتشن كان يخرب في دوره، قال أوكي أنا بمثل بس شرط تجيب لي بطلة في هذا الفيلم ولازم أغني أغنيتين على الأقل، وجاب له بطلة شبانة آزمي اللي هي أصلا شبانة آزمي يبقى أنا سويت معها لقاء بروحها. قالت لي أنا هذا الفيلم جابوني كذي بس، قالت تعال تمثلين أوكي وقت التصوير يعطوني الحوار وقاعد ألقي الحوار حق الفيلم. فالفيلم صار معاها كذي يعني بالصدفة بسبة بنود كنا، ويعني صراحة أفلام 77 كانت بهالطريقة. ومن مهندساي كان هذا شغلة في موقف من المواقف الطريفة قالها أميتا بتشن عن من مهندساي، قال في لقطة في فيلم أمر أكبر أنتوني، اللقطة اللي هي في بداية الفيلم اللي معروفة يما أم الأبطال الثلاثة أميتا بتشن ونتكنا ورش كابور تكون محتاجة دم، فالثلاثة هذا دمهم نفس الفصيلة، فيون ينامون في المستشفى والدكتور يحط سبونه هذا حبل الدم او الواير الدم على ايد كل واحد فيهم ويوصل على واير واحد على الام. ف في اغنيه حلوه كانت شغاله فيها هاللقطه مال مهم درفي يي سچه کوئی کہانی نہیں خون خون ہوتا ہے پانی نہیں خون خون ہوتا ہے باني نهي. طبعا الموضوع الطريف في هذا الموضوع ان أميتا بتشن سأل من مهندساي قال له الحين انت هذه اللقطة مالتك ثلاث وايرات كل واحد على ايده في المعصم ماله الدم قاعد يطيش ويروح عند الام، هذه مين بيصدقها بالله عليك؟ يشوف المشاهد عادي او حتى المشاهد اللي ما يفهم في السينما او حتى المشاهد اللي يسمونه ما يحب المنطق مين بيفهمها؟ من مهندساي قال لي اخي اسكت 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 انت ما تعرف شيء، هذه اللقطه هي بتكون احلى لقطه والناس بتندمج مع الاغنيه بتنسى الموضوع. وبالفعل الناس حتى كانت مندمجه لدرجه انهم مش منتبهين ان هذا شيء غلط مش منطق بس مشت وكنا اطفال نشوفها ونضحك يعني عادي الامور طيبه كانت. فوايد مواقف حلوه في ذيك الفتره و يعني حبينا ندردش معاكم في هالطلعه. انا خلاص قربت على البيت، بيتي في هذه المنطقة في الشهامة، أنا ساكن شهامة قديمة. شو كان هني؟ ما سبب قلة أفلام سني ديول الفترة الأخيرة؟ لأن سني ديول صار سياسي يا بعد جبدي يا آيس يا تي سكس مبارك يضحك خون خون هوتا هيباني نهي والله. نيرو براي اسم الأم، نعم نيرو براي نسيت أقول اسمها، إن هذه أم الممثلات الهنديات المثلة أم الممثلين الممثلات أم الأساطير، يعني هي من مين إلى مين يعني قاعد تمثل دور أم من مين لمين، يعني ما بقت حد من در أميتا بتشن شاشي كابور شاشي كابور تتندر شاتر السنة، وحتى جوفيندا كانت دور جدتها أعتقد مش أمها وظلت لين نهاية ما توفت أعتقد في نهاية التسعينات أو شيء كذي بداية الألفية هي توفت. اوكي ايام يا حمد اي والله يا مبارك. انا جماعة الخير وصلت البيت، شكرا جزيلا على المتابعة واللايف هذا موجود على الشير اللي فاته الكلام في البداية الكلام مهم كان ضروري لازم انبهكم، وهذا يمكن اخر تنبيه عن الانسان الجبان اللي يحاول بقدر المستطاع انه ياخذ معلومات وياخذ اشياء من عندي ويحاول يعطيكم معلومات خطأ ويحاول ايضا ان ينصب عليكم بطريقه ما شوي 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 على اساس انه يدخل بعدين في حسابك الشخصي ويقول لك انا ابا كذي وانا ابا كذي وابا كذي، تحذروا منه فقط لا غير، انكم انتم اخواني واخواتي لازم احذركم، وهذه شغلتي انا كوني انا حسابي موثق مش موثق على الفاضي، موثق على اساس اني انا اكون اول باول معاكم واكون حبل كيف اقول لكم حبل الوصال لاي شيء كان، وبس حاب اساعدكم في هالموضوع وبس خلاص، ما راح ازعجكم مره ثانيه في هالمواضيع. اهم شيء حلقه دلوادري عجبتكم وراح تشوفون حلقات ثانيه جديده، وان شاء الله نشوف لايفات ثانيه معاكم، وهلا هلا بنفسكم يا سيفي بيوتكم. طا
تعقموا غسلوا تسبحوا وأكلوا أكل نظيف وساهموا في عمل أشياء جديدة. وأنا إن شاء الله راح أعمل حاجات, بحاول أطور حتى في محتوى الفيديوهات اللي أنا قاعد أسويها. واليوم أنا شاري حاجة إن شاء الله أوريكم إياها إن شاء الله في الستوري مالي والإنستغرام. هذا الشيء بيساعدني على أساس إنه يكون محتوياتي جيدة. مبارك شو السؤال؟ قل لي بسرعة. عندي إهداء بيت شعر بالهندي, تفضل عطني إهداءك وعطني بيت الشعر الهندي. خلنا نعقم, أخاف البيت فيه شيء, بس أخاف بيت الشعر هذا يبالي تعقيم ولا يبالي شيء. شوفوا هذا الباركن أنا باركن فيه, هو هذا الباركن اللي دائما تشوفوني مرات يما أسوي لايف. هذا باب البيت يما أسوي لايف وأتكلم معاكم, هو هذا الباركن الحين حتى ما في ضاءة. تفضل يا مبارك, شو القصيدة الشعرية؟ تو الناس صبرين خلاص انها انت لابسه هذا على البروفايل, انا بعد لابس على البروفايل, ها على الواقع مش على البروفايل مالك. مبارك تيرج اسا استاذ كها كها اسا سينجر هي انا مو سينجر انت سينجر تيرج اسا استاذ كها كها اسا سينجر هي يعني تيرج اسا سينجر كها يا مبارك كها اسا غانا یاد رکھیں گے دنیا تیرا میرا يا رانا. شو رايك على السريع هذه؟ ها ان شاء الله بتترجم مع الناس اللي تفهم في الهندي. شكرا جزيلا على المشاهده, وان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله. وادعوا لنا ان شاء الله يكون في لايف شيء يسمونه ريكويست شيرينج يكون معي مبارك. اتمنى هذا الشيء ينزل عندنا, وانا بحاول شو الطريقه اللي اقدر اسويها لان عندنا في الامارات ممنوع, بس ان شاء الله اذا في طريقه ما نسويها ان شاء الله. تيرا ميرا لايف هي والله. ليلى ما شاء الله خوب سرت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلينا الحين انزل واغسل ايدي وها واشياء كثيره بعد. اشرب لي ماي لان عطشان وايد, مو زين تكون عطشان في هذه الايام. كل ما تكون عطشان اشرب ماي وايد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, مع السلامه.